أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في العرب اللندنية: الميليشيات الشيعية تنفذ أمرا إيرانيا بالانحناء أمام العاصفة الأمريكية. في كتابات: الشعب يريد إسقاط النظام، هتافات مزلزلة للعراقيين في الساحات. في البصائر نقرأ: العراقيون يشاركون بمليونية الجمعة رفضا لجر العراق للصراعات الدولية. في الجزيرة نت: ترامب: سليماني خطط لتفجير السفارة الأمريكية لذا قتلناه. في القدس العربي: بغداد تطلب من واشنطن وضع آلية لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. في العربي الجديد: تظاهرات واسعة في العراق وشعارات ضد طهران وواشنطن. وفي الشرق الأوسط: السيستاني يقول إن الصراع الأمريكي الإيراني في العراق انتهاك لسيادته. أهلا بكم، وانطلاقا من زاوية العناوين إلى ما اخترنا لكم في زاوية المقالات، والبداية بمقال لإبراهيم الزبيدي وعنوانه: أجنبي حرام وأجنبي حلال. وجاء فيه: إن الاحتلال من أي نوع ومن قبل أي قوة خارجية في كل تواريخ الأمم والشعوب كان ولا يزال وسيبقى مرفوضا، ومقاومته بكل الوسائل حق مشروع لا ريب فيه. المقال منشور في صحيفة العرب اللندنية. فدون لف أو دوران، نعترف بأن في العراق اليوم أكثر من أجنبي واحد يصول ويجول وينفق أكوام الريالات والدراهم والدولارات والدنانير على عراقيين جاهزين لبيع أنفسهم، ومن بين الأجانب الكثيرين المستبحين أرضه وسماءه. وعلينا أن نعترف بأن هناك أجنبيين اثنين، أمريكا وإيران، ممسكين حقيقيين وحيدين بعجلات قيادته العليا والدنيا معا، وهما متفاهمان أحيانا ومتعاركان أحيانا أخرى. وتدور في فلكهما الأحزاب والمنظمات والفضائيات التي تعد بالعشرات، ومن يعترض على ذلك فإن مكانه الطبيعي إما في مستشفى المجانين أو في إحدى الوزارات الغنية بالعقود والمقاولات والعمولات، أو أحد مقرات قيادة إحدى الميليشيات أو البنك المركزي أو أي مصرف خاص آخر أو مول تجاري شامخ يقدر ثمنه بالمئات من الملايين. باختصار، لا يأتي من نجارة إيران في المدن والقرى والحارات العراقية في الوسط والجنوب غير الفقر والجوع والمرض والمخدرات، وغير انقطاع الماء والكهرباء والدواء والغذاء، وفساد الميليشيات العراقية الإيرانية التشليحية صاحبة الحق الوحيدة في النهب والسلب والضرب بالهيروات والسكاكين وقنابل الغاز القاتلة التي تطلق على الرؤوس والأفئدة. إبراهيم الزبيدي ختم مقاله بقوله: إن من يعترض على إيران أو من يخرج مطالبا بحريته وكرامته ولقمة عيش عياله عميل استكباري أمريكي صهيوني بعثي صدامي داعشي، حلال ذبحه أو اختطافه أو قتله بالرصاص الحي. والخلاصة أن المواطن العراقي في ظل احتلال الشقيقة الكبرى قد شبع مآتم وجنازات ومناحات وهتافات بحياة الولي الفقيه وبالصوت العالي حتى وهو عاطل عن العمل وجائع ومريض وغير آمن. الآن ننتقل بكم من مقال إبراهيم الزبيدي إلى مقال الكاتب جاسم الشمري، وتحت عنوان: العراق بين أمريكا وإيران. كتب الشمري يقول: يعد العراق ساحة للصراعات الحالية والمقبلة بين أمريكا وإيران، وكان منذ عدة سنوات ميداناً لتصفية الحسابات السياسية والاستراتيجية ما بين كل من العاصمتين واشنطن وطهران، وفق ما كتب جاسم الشمري في مقال له منشور بموقع مركز رسام للدراسات. المزيد في سياق
المادة المكتوبة الصوتية التالية: في ظل تنامي واستمرار التهديدات بين الطرفين الأمريكي والإيراني، أرى أن الخاصرة العراقية هي الأكثر ضعفاً والتي يمكن اختراقها من قبل الإيرانيين على خلاف بقية المناطق، وهو ما يدعو إيران لاختيار العراق للرد على الضربات العسكرية الأمريكية المتوالية. اليوم السلطات التنفيذية والتشريعية في العراق تعيش في أسوأ حالاتها، فحكومة عادل عبد المهدي في العراق ورغم أنها حكومة تصريف أعمال يومية إلا أنها مضغوط عليها ومغلوب على أمرها داخليا وخارجيا، وتعاني الحكومة في الداخل من سطوة الميليشيات الحاكمة بالعراق، ومعلوم أن الحكومة لا تملك القدرة على اتخاذ أي قرار بصفتها حكومة تصريف أعمال يومية فقط. وهذا الكلام ينطبق على السلطة التشريعية على اعتبار أن رئيس البرلمان هو الأضعف لعدم امتلاكه كتلة نيابية كبيرة، وعليه فإن الكتل الكبيرة هي التي تتحكم بالحكومة والبرلمان العراقي. أما المعاناة الخارجية فتتمثل بسطوة الطرف الثالث على القرار العراقي، وهم يحاولون دغدغة الطرف الثالث من أجل عمل موازنة. ربما هم ينظرون إلى أنها صحيحة بين واشنطن وطهران، ولهذا يتوقع أن تكون ردود الأفعال الرسمية ضعيفة وهشة، وهذا طبيعي جدا بسبب وجود لا دولة في العراق. ختم جاسم الشمري مقاله بقوله إن الحالة العراقية القائمة سائرة نحو حالة الفوضى أو الضياع، ولذلك ومع استمرار مظاهرات أكتوبر وبروز مرحلة جديدة في الصراع الأمريكي مع أنصار إيران في الداخل العراقي، وآخرها اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. إلى مقال آخر منشور في ميدل إيست آي، وجاء فيه تحت عنوان قادة الميليشيات الشيعية وهي تعيش حالة صدمة بعد مقتل المهندس وسليماني وقادتها خائفون من الاختراق الأمريكي. كشف موقع ميدل إيست آي كشف أن الفصائل الشيعية العراقية تعيش حالة من الفوضى بعد الاغتيالات لقادتها، رغم تعهد القادة العسكريين للحشد الشعبي بالرد على عملية اغتيال نائبه أبو مهدي المهندس والقائد فيلق القدس قاسم سليمان. قال قادة شيعيون أن هذه الفصائل لم تكن قادرة على ضرب القوات الأمريكية في العراق بعد عملية الاغتيال التي تمت يوم الجمعة خارج مطار بغداد الدولي. وقال قيادي شيعي: فاجأت العملية الفصائل العراقية المسلحة التي اعتبرتها خرقاً لقواعد الاشتباك الدولي وتهديداً لها على أرضها، وبعد الرد الذي قامت به إيران يوم الأربعاء ضد قواعد عسكرية في العراق. قال مسؤول بارز في الحشد الشعبي إن الوقت قد حان لرد عراقي، إلا أن قادة الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران أخبروا ميدل إيست آي أن خسارة قائدين يعني أنهم باتوا في حالة شلل وغير قادرين على الانتقام وتحمل ردود الأفعال الأمريكية. وقال قيادي كان مقربا من سليماني والمهندس: ما حدث كان مفاجئا وكابوسا، وفقدان رجلين في وقت واحد كان صدمة لنا جميعا. وأضاف أن طريقة القتل، المكان والتوقيت هي رهيبة ومؤلمة ومخيفة. جاء في ميدل إيست آي أيضا: تعد الجماعات التي تدعمها إيران مجرد منفذة للأوامر، ولا رأي لها ولا مشروعا خاصا لها، والمشروع العقائدي الذي تزعم الجماعات أنها تتبناه هو مجرد خيال وغير واقعي، ويفتقد الأبعاد الجيوسياسية والجداول الزمنية، وظل يحدد أبعاد هذا المشروع سليماني والمهندس. الآن إلى مقال آخر منشور في العربي الجديد وتحت عنوان أمريكا وإيران بين رقعة الشطرنج وحلبة الملاكمة، كتب أسامة أبو رشيد وفي مستهل مقاله يقول: أمريكا وإيران بين رقعة الشطرنج وحلبة الملاكمة بالقدر نفسه الذي قد يجنحان فيه أحياناً إلى حلبة الملاكمة عملياً، فإن خفض حدة نبرة التصعيد بينهما قد يكون عطل أو على الأقل
أجل الانزلاق نحو مواجهة عسكرية شاملة ومباشرة، هكذا يقول أسامة بورشيد ويتابع: مواجهة مباشرة لا يريدها الطرفان لحسابات مختلفة، وبهذا يكون كل طرف منهما قد قدم للآخر سلما للنزول عن الشجرة التي صعدها من دون أن يعني ذلك أن المعركة انتهت أو أنها لن تأخذ أشكالا مختلفة غير مباشرة. وعلى جبهات كثيرة، المزيد في سياق المادة التالية: فسحت كل المعطيات السابقة المجال أمام ترامب أيضاً لخفض التصعيد أمريكياً، إذ إنه كان قد هدد برد ساحق على أي هجمات إيرانية، مكتفياً بتشديد العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني. إذن هي لعبة تصعيد محسوبة بعناية على رقعة شطرنج، أين يمكن للنظام الإيراني أن يظهر أمام شعبه بأنه انتقم من الأمريكيين، في حين لا يستفز واشنطن لرد انتقامي أكبر. وبهذا يكون الطرفان قد تبادلا السلم للنزول عن شجرة التصعيد التي وجدا نفسيهما فوقها، وبعيدا عن نظريات المؤامرة قائلة بوجود تواطؤ أمريكي إيراني كان ثمنه سليماني من أجل تقوية إيران وتعزيز نفوذها في المنطقة، فإن الحقيقة أن كل من واشنطن وطهران لا يريدان مواجهة عسكرية ستتطلب من الولايات المتحدة حشدا عسكريا ضخما في المنطقة، بما يعنيه ذلك جرها إلى معركة استنزاف استراتيجية واقتصادية كبرى جديدة وتشتيت انتباهها عن التهديد الحقيقي القادم من شرق آسيا المتمثل بصعود الصين. في ختام مقاله، أسامة بورشيد يقول: كلمة أخيرة، النقطة التي تقف فيها الولايات المتحدة وإيران اليوم لن تكون الأخيرة، ففي الغالب أن المسلسل، أي مسلسل الرد الإيراني على تصفية سليماني، سيستمر في الأسابيع والأشهر المقبلة، ولكن بشكل غير مباشر وغالبا عبر وكلاء، خصوصا مع تشديد واشنطن الحصار الخانق على طهران. الآن إلى مقال منشور في صحيفة الشرق الأوسط، وجاء بعنوان: الصراع الأمريكي الإيراني، المجالات والمآلات، وهو لرضوان السيد، وجاء في مطلعه: اختلفت أنظار المراقبين في طبيعة وأهداف الضربتين الأمريكيتين لإيران في العراق، فالمتفائل قال إنها الذروة التي بلغها الرئيس الأمريكي في الحرب على إيران، ولكن هناك وجهة نظر أخرى بحسب الكاتب رضوان السيد في مقاله بصحيفة الشرق الأوسط. وجهة النظر الأخرى متشائمة أو واقعية كما تسمي نفسها، وهي تستند في تشاؤمها إلى التاريخ. فمنذ عام 1979 تتخاصم أمريكا مع إيران، وإيران في كل جولة من جولات النزاع الطويل تصمد أو تطاول أو تفوز. ولماذا الانصراف لتعداد الميليشيات الإيرانية أو المتحولة إيرانية؟ وتعد بالعشرات في بلدان معظمها سنية. فلنذهب مباشرة إلى عهد ترامب وصراعه مع إيران على الاتفاق النووي وضرورة إعادة النظر فيه، ثم مضايقتها في تصدير نفطها وفي صناعتها وتجارتها وحركة مواطنيها وتعاملاتها المالية مع العالم. ورغم الأضرار البالغة التي وقعت بها من حيث الاقتصاد والمال والهيبة، فإن مناطق نفوذها ما تصدعت بعد، ولا تصدعت الميليشيات التابعة لها في تلك البلدان، بل إنها ما اكتفت بالصمود، بل انصرفت للتحرش بالملاحة البحرية وبحلفاء الولايات المتحدة من دول الخليج، وذلك عبر أذرعها الميليشياوية وربما من خلال الحرس الثوري مباشرة. وفيما عدا الحصار الذي لم يكن محكماً أيضاً، فإن إيران ما فقدت أصدقائها والمقتنعين بأهميتها. وختم رضوان السيد بقوله: لا شك أنه من بين دول العالم جميعاً وحتى الكيان الصهيوني، فإن العرب كانوا ولا يزالون الأكثر تضرراً من سياسات إيران العدوانية. وصلنا وإياكم إلى المقال الأخير، و
منشور بالقدس العربي تحت عنوان أمريكا وإيران في العالم العربي، أي ثقافة للاحتلال الجديد؟ كتب محمد سامي الكيال، وفي مقاله جاء: خضعت دول عربية عدة منذ سقوط بغداد عام 2003 للنفوذين الأمريكي والإيراني بأشكال متفاوتة تتراوح بين الاحتلال المباشر كما في العراق وحكم الميليشيات والأنظمة الحليفة لإحدى الدولتين أو كليهما كما في سوريا ولبنان واليمن. نتابع المزيد. العلاقة المعقدة بين أمريكا وإيران في المنطقة التي تشمل التعاون والصراع المباشر وغير المباشر ملأت الفراغ الذي خلفه سقوط نموذج دولة الاستقلال العربية، وهو سقوط ساهم الطرفان في تسريعه، إلا أن العصر الأمريكي الإيراني لا يمكن اختزاله بالجوانب السياسية والعسكرية، بل له جوانبه الثقافية التي لا بد من تتبعها لمعرفة التأثير الذي خلفه هذا النمط الجديد من الاحتلال. في حالة النفوذين الأمريكي والإيراني يصبح من الصعب جداً فصل المحلي عن الوارد، لأن الطرفين اعتمدا غالباً على جهات محلية ساهما في تصليب هويتها الطائفية أو العرقية. الإغراق في المحلية هو الطريق المعتاد للتواصل مع عالمية هاتين الدولتين، وأن تكون شيعياً، سنياً، زيدياً، علوياً أو كردياً أكثر يعطيك ميزة لدى وضع السياسات فيهما. بالتأكيد لم تخترع أمريكا أو إيران الطائفية، ولا يمكن لومهما حتى على انفجار الصراعات في المنطقة وتدهورها السياسي والثقافي الشامل. فلو كان نموذج الدولة العربية قابلاً للاستمرار لما وصلت الأمور لهذه الدرجة من التحلل. محمد سامي ختم مقاله بقوله: بالنسبة لإيران فإن الضخ الديني المستمر مكرس أو مكرس لأغراض الشحن المذهبي الذي يساهم في بناء وسط اجتماعي منتج للميليشيات ومقاتليها. وعلى الرغم من افتتاح فروع للجامعات الإيرانية في عدة دول عربية فضلاً عن بعض دور النشر والمراكز الثقافية النشيطة، فإن التأثير الثقافي الإيراني يبدو هزيلاً خارج الإطار الديني البحت. في سبق علمي أظهرت دراسة حديثة نشرت في دورية كرينت بيولوجي أن نجوم البحر الهش تستخدم خدعة متقنة من التغيير اللوني تساعده على تحديد مأوى آمن له وسط الشعاب المرجانية. وقد خلص الباحثون إلى تصنيف نجم البحر الهش بالحيوان الثاني الذي يقدم نموذجا غريبا لنظام الرؤية دون عيون، كما أنه قادر أيضا على تمييز مناطق التباين اللونية التي تحاكي هياكل مرجانية يمكن أن تشكل مأوى يحميه من الحيوانات المفترسة. وعلى الرغم من أن خاصية الإبصار عندها ضعيفة نسبياً، لا تضطر نجوم البحر الهشة إلى التدافع بحثاً عن ملجأ بعيد يؤويها في تلك الشعاب المرجانية المزدحمة. نلقي نظرة وإياكم على الكاريكاتير الآن.
بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام صدى الأقلام. مشاهدينا الكرام، طاب نهاركم وإلى اللقاء.